من جديد، دخلت حزمة العقوبات الأمريكية على إيران حيز التطبيق منذ ساعات، وهي الأقصى في تاريخ البلاد بحيث تطال صادراتها النفطية وتعاملاتها المالية. وقد أرادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 79. هل ستأتي هذه العقوبات أكلها بعدما استثنت الإدارة الأمريكية 8 دول منها؟ وكيف سيرد النظام الإيراني عليها؟ ويبقى الأساس كيف سيتفاعل الشعب الإيراني مع حزمة العقوبات الجديدة بعد تظاهرات كبيرة خرجت منذ أشهر في طهران ومدن إيرانية نددت بالوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه البلاد وانتقدت في سابقة من نوعها تدخلات إيران الخارجية؟ هذا ما نناقشه اليوم مع ضيفنا الأكاديمي والمحلل السياسي خطار أبو دياب، ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من باريس. دكتور خطار، صباح الخير. صباح النور لك وفريق العمل وكل من يتابعنا. صباح النور دكتور خطار أبو دياب. إذن مشاهدينا، إذن نبدأ خطار أبو دياب مع آخر تطورات الساعات الماضية مع دخول حزمة العقوبات الأمريكية هي الأقصى في تاريخ الجمهورية الإسلامية على إيران، تصريحان بارزان صباح اليوم. تصريح لوزير الخزانة الأمريكي قال فيه إن العقوبات تهدف إلى تغيير سلوك المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي والحرس الثوري، وبالمقابل هناك تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني قال فيه إن إيران ستواصل بيع نفطها الإيراني. أي من التصريحين هو أقرب إلى الواقع اليوم الذي نعيشه داخل إيران أقليميا ودوليا مع حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة؟ يعني بالطبع نحن ندخل منعطف جديد بعد كل رهانات إدارة أوباما، تصل الآن إدارة ترامب إلى موضوع الحزمة الأشد كما تقول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في الحقيقة مع الاستثناءات التي أعطيت إلى بعض الدول في مجال شراء النفط الإيراني أو بعض الخام من إيران، وأيضا في مجال التعامل بالسويفت أي التعامل المصرفي خشية قيام دول أخرى بتنظيم آلية جديدة، نحن إذن أمام تشديد للعقوبات. تأمل الولايات المتحدة من خلاله بالضبط إبرام اتفاق نووي جديد أي إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشروط أصعب، بينما إيران تأمل تجاوز ذلك بأقل الخسائر الممكنة، تراهن على بناء على تجربة السابقة من الاستمرار في البيع في النفط. نحن أمام اختبار قوة، حلقة جديدة من مسلسل بدأ في العام 79 لا يزال مستمرا، وأتوقع أننا لم نشهد تغييرات دراماتيكية قبل بدايات العام القادم. دكتور خطار، انطلاقا مما قلتموه، الإدارة الأمريكية ستعلن اليوم بعد ساعات من الآن الدول الثمانية التي سيتم استثناؤها من حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تطال صادرات النفطية لإيران، أي سيسمح لها باستمرار استيراد النفط الإيراني إلى حين أن تحصل على بديل عن إيران. ألا يمثل هذا تراجع عن وعد سابق للرئيس الأمريكي قال فيه أنه توعد أن يكون هناك صفر صادرات نفطية لإيران؟ وألا يفقد العقوبات الأمريكية اليوم أهميتها، يعني أن تطال صادرات إيران النفطية وأن تمنع عنها العملات الأجنبية؟ يعني بالطبع كان ذلك من ضروب الدعاية، كان ترامب يعلم بأنه لا يمكن الوصول إلى التصفير النفطي أي جعل الصادرات النفطية تساوي صفر، هناك دول مستعدة دائما أن تشتري، هناك دوما سوق سوداء، وهناك حاجة له قبل الانتخابات النصفية ألا يرتفع سعر النفط كثيرا، ومن هنا إن أعطى استثناءات ولم يعطي كان سيمر هذا البيع ولو بشكل محدود، لكن المسألة ليست بسيطة، سينهار الإنتاج الإيراني أو التصدير الإيراني من 2.5 مليون برميل يوميا كما كان الوضع أواسط إلى هذا العام إلى حوالي 1 مليون برميل أواخر هذا العام، وهذا يعني نقص كبير بالموارد الإيرانية. المسألة تشبه بشكل أو بآخر ما طبق مع العراق أيام صدام حسين أي النفط مقابل الغذاء، هنا هناك محاولة لعدم خنق إيران ولكن لزيادة إحراجها ولدفعها لتغيير سلوكها أو بالأحرى دفع الشارع الإيراني أيضا للتحريك والوصول إلى شبح انهيار اقتصادي يمكن
أن يدفع لتغيير السياسات الإيرانية. خطار أبو دياب، يعني يبقى السؤال الأساسي اليوم، كيف سيتفاعل الشعب الإيراني مع حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة؟ هذا الشعب الذي يئن يعني تحت وضع اقتصادي سيء جدا، التضخم وصل إلى 15% متوقع أن يصل إلى 30% بالأشهر المقبلة، والركود الاقتصادي متوقع أن يصل إلى 3.5% في بداية العام القادم. هذا ناهيك عن الانهيار الحاد في سعل الريال الإيراني. بالطبع هناك خطة إيرانية مضادة تتمثل باعتماد على دول الجوار وبالوصول إلى حد معين من جلب العملة الأجنبية لمنع التضخم ولاستمرار تأمين حاجات الناس، لكن الشعب الإيراني الذي عنده شعور بأن بلاده غنية وأن ثرواته تصرف في سبيل توسع خارجي، وهذا كان مثال الاتحاد السوفيتي السابق عانى منه كثيرا قبل نهاية الحرب الباردة، كانت هناك مصاريف كبيرة في الخارج وعدم عناية بالداخل. على ما يبدو الشباب في إيران الذين ولدوا ما بعد الثورة الإسلامية لم يعد عندهم هكذا قناعة بأنهم عليهم أن يضحوا من أجل الآخرين، لهذا مع استمرار الفساد، مع استمرار تدني مستوى الخدمات والبنية التحتية المنهارة والانعدام في المساواة، منذ أواخر العام الماضي نشهد تصاعدا للاحتجاجات. هل يمكن أن يصل الأمر إلى مستوى كما كان الأمر في العام 79-78 أو يمكن احتواء الأمور؟ نحن أمام شد للحبال، أمام مراهنات، وأمام قمع، وأمام أيضا ربما عدم وجود بدائل فعلية إلا من داخل نظام الجمهورية الإسلامية. سيدور الأمر غالب الظن داخل أروقة الجمهورية الإسلامية لمحاولة إيجاد تغيير أو نهج آخر. دكتور خطار أبو دياب، انطلاقا مما قلتموه، كيف ستنعكس حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة بداخل إيران على الرئيس الإيراني حسن روحاني تحديدا، هذا الرئيس الإيراني الذي يوصف بالمعتدل والذي انتخب بإيران على أساس التوصل إلى هذا الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباقي الأسرة الدولية؟ سرعان ما أتى دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وأطاح بكل تلك المعطيات التي يمكن القول أنه إيران هذا العام بدأت تلتمس قليلا من التحسن الاقتصادي داخل البلاد سرعان ما أوقفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق حول يعني برنامج إيران النووي. بالطبع الثنائي روحاني ظريف لم يعمل إلا بتوجيهات المرشد حتى خلال حقبة أوباما، بالرغم من الخطاب العالي السقف أحيانا. نعم الآن هناك داخل الحرس الثوري في إيران وداخل بعض الدوائر المحيطة بالمرشد من يأخذ على روحاني بلورة أسوأ اتفاق نووي، كما يؤخذ على إدارة أوباما سابقا الوصول تقريبا بنفس العبارات. الأهم الآن أن السيد روحاني يحاول علاج الأمور ولو بصدمات بسيطة، غير عدة وزراء منذ أيام، هناك وزراء لحقائب أساسية في الاقتصاد والعمل والمالية تم تغييرهم، هناك سعي لتحسين الأمور لمنع الوصول بالتضخم إلى مستوى كبير، لكن المسألة كما قلنا هناك مشكلة بنيوية في الاقتصاد الإيراني، هناك إنفاق هائل، تبذير للثروات، قالها روحاني يوما أنه غير مستعد أن يصرف على جيشين، هناك ثقل في الميزانيات الدفاعية والعسكرية كبير على هذا الاقتصاد، كل هذا يجعل من روحاني نوعا من كبش فداء، لكن روحاني في نفس الوقت يراهن على أنه يوما يمكن أن يعود إلى طاولة المفاوضات وحتى مع إدارة ترامب. هذا الاحتمال ولو هو احتمال محدود لكنه يبقى وارد، هناك رهان على أن الاعتدال الإيراني يمكن أيضا أن يصرف عند الدولة العميقة في واشنطن، الخيوط ليست كلها مغلقة بين الجانبين، هناك إذن ربما مرحلة جديدة من هذا الفيلم الأمريكي الطويل حول إيران. يعني دكتور خطار أبو دياب، هو بالفعل الإدارة الأمريكية حددت 12 شرطا للجمهورية الإسلامية الإيرانية عليها القبول بها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يجرى التفاوض عليه بين الجانبين، ويقال اليوم أنه إذا ما رضيت طهران بالشروط التي حددتها الإدارة الأمريكية هي تعني جوهريا تغيير النظام داخل إيران. اليوم يعني ننتقل إلى الإقليم، كيف سينعكس أو ستنعكس حزمة العقوبات
الاتهامات الأمريكية الجديدة على تدخلات إيران الإقليمية خاصة في اليمن، سوريا، العراق ولبنان، لبنان حيث المثال الأبرز مع تعطيل حزب الله مسار تشكيل الحكومة داخل لبنان؟ أعتقد بأن هذه اللعبة الإقليمية مستمرة. إيران لن تتخلى عن أوراقها الإقليمية بسهولة كما تتصور واشنطن. هو على حق ترامب إيران تم إيقاف أو كبح توسعها. مثلا في سوريا النفوذ الإيراني اليوم أصبح ذاك النفوذ المحدود بالقياس لما هو هيمنة أو انتداب روسي فعلي على الأرض. في العراق هناك شبه تعادل مع واشنطن، وبالرغم من كل التأثير من دون هكذا الترتيب مع واشنطن الأمور لا تسري. في اليمن هناك ضغوط الآن على الطرفين من أجل الوصول إلى وقف الحرب في اليمن، ربما التصعيد العسكري الأخير هو للعودة إلى طاولة التفاوض بشروط أقوى. أما في لبنان، مسائل لبنان عتيقة، يمكن أن نفسر هذا التعطيل بأنه قرار من حزب الله بانتظار العقوبات، لكن يمكن أن يكون مسألة داخلية فقط لا غير ضمن لعبة التوازنات، الثلث المعطل، أو محاولة كل طرف تحسين أوراقه. في مطلق الأحوال هناك إذن إصرار إيراني على المزيد من المكاسب وعلى عدم التقليل من المكاسب في وجه الضغط الأمريكي لتغيير اللعبة الإيرانية، وهذا كما قلت سيتطلب بعض الوقت لمعرفة آثاره ونتائجه. يعني دكتور خطار أبو دياب، انطلاقا مع حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة، نائب قائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي في مقابلة صباح اليوم مع وكالة فارس الإيرانية للأنباء قال إنه إيران ليس لديها أي خطة للبقاء في سوريا على المدى البعيد. كيف يفهم هذا التصريح اليوم في على الصعيد الإقليمي والتحولات التي يمكن أن تطرأ على موقف إيران إقليميا، خاصة إن ما أخذنا بعين الاعتبار أنه إيران تجري يوم غد مناورات دفاعية جوية ستشمل غالبية سماء طهران كما جاء في وكالات الأنباء الإيرانية الصادرة صباح اليوم؟ يعني من خلال سؤالك نفهم جيدا أن هناك استخدام للغة الحادة واللغة المرنة، استخدام للقوة الفضة والقوة الناعمة، وفي سوريا بالذات أمام هذا النفوذ الروسي، أمام الضغط الإسرائيلي حول جنوب سوريا ومراقبة ما يجري هناك، تسعى إيران لإعطاء الانطباع بأنها ستخفف من نفوذها، لكنها متغلغلة في النظام وعبر أساليب القوى الناعمة وعبر حلفائها اللي هي قادرة على الاستمرار في النفوذ في سوريا طويلا. بالنسبة للمسائل الدفاعية الأخرى، كان هناك تهديد بالويل والثبور وأغلاق مضيق هرمز. الآن مع استمرار تصدير بعض النفط الإيراني لا أتوقع الاستفزازات في مياه الخليج أن يكون لها النصيب الأكبر. كما قلت هناك الكثير من الدعاية من المناورات بين الطرفين، حتى الأمريكان لا يوجد الآن حامل الطائرات أمريكية كبيرة في الإقليم. إذا جرت أي مواجهة مع إيران يتطلب الأمر المزيد من الاستعداد الأمريكي. نحن إذن أمام مناورات، أمام شد حبال الآن. سنرى في الأشهر القادمة كيف يمكن أن يتطور الوضع، هل ينحدر نحو التفاوض من جديد، هل يقود إلى تفاعلات دولية وأقليمية. أمريكا ليست وحدها في العالم، الموقف الأوروبي كما موقف روسيا والصين يعقد اللعبة بالنسبة لواشنطن. إيران أيضا مشكلتها الأساسية ستكون مع شعبها ومع أثار هذه العقوبات على الشعب الإيراني، ولذا في الأشهر القادمة سنستنتج فعليا كيف سيكون لهذه الحزمة من العقوبات أثارها الملموسة على هذه اللعبة الكبرى الدائرة في الإقليم. الأكاديمي والمحلل السياسي خطار أبو دياب، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من باريس. شكرا جزيلا دكتور.